ولا انا. شيرين انا معجب بيكي. انا مش عارفه اقول لك ايه، بس ازاي ارتبط بحد ما اعرفش عنه اي حاجه؟ ايه اللي انت عايزه تعرفيه عني قوي كده؟ يعني مثلا تحب تسمع مين من المطربين؟ بسمع مين يعني؟ هو ده السؤال اللي هيحدد لك قوي يعني؟ بعرور. مين؟ ايه في ايمان؟ بعرور. هو بعرور وحش؟ اصلي بحب عبد الحليم. عبد الحليم مين؟ عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ، ده حنين للماضي بقى. ضحكة تاني نفس الضحكة وراحت ماشية زي الدنيا، ما تيجي في ثانية وتمشي في ثانية. في حاجة حبيبة؟ ما تركز معايا شوية. حاضر حاضر يا سيدي. نعم خير. أها شيرين طلعت بتحب عبد الحليم وعايشة في زمن الرومانسية وجو غريب قوي. طب وبعدين؟ انت مش لما قابلت ماما كان حبكوا كده شبه زمانكوا؟ اه. طب ما تحكي لي كان ايه الجو؟ اه احكي لي يا رشدي. وهلا احكي وادي يا ستيم عين. الله احكي. امك دي كانت حته لحمه تتاكل نيه، كانت مزه كنت انام واقوم وانا بحلم بيها. كنت ابص الاقيها نايمه على الوساده الخاليه اللي جنبي، قعدت احب فيها 3 سنين من غير ما اقولها، ولما قررت اقولها راحت لدعاني بالقلم. اتجوزتها. ولما انت بتحبها قوي كده خنتها ليه يا رشدي؟ علشان طفس. تلاقيه عمره ما شافك لابسه له قميص نومش بتشي ولا حاجه، فقال يشوفه بره. بس يا ولد انا برضو فكرت في كده وقلت برضو جايز، لان عمره ما شافني انثى كده، بس هو كان لازم يلفت نظري لده او يطلبه مني. اطلب ايه يا ابني؟ انا كنت بخاف من رد فعلها. تصدق يا سليم كنت انا اكلمها عن الحب ترد عليا بعلم الاجتماع والفلسفه. امك كانت بتحب ابن خلدون اكتر مني. ابن خلدون؟ ايوه. ولما زعلت معاه مشيت مع ابن سينا. يا نهار اسود، وده ينفع؟ ده اللي حصل، ده اللي حصل. هي كانت رومانسيه ما اقدرش انكر، بس عيبها انها كانت صامته ما بتعرفش تعبر. انا ما سكتش، حاولت معاها، حاولت لحلحها بالاغاني. هو ده كنت بتكلمها باغاني عبد الحليم؟ لا، باغاني احمد عدويه. قلت لها صح تضحي بابوه، ادي الواد لابوه. ما صدقت راحت رمياك في وشي. صح تضحي بابوه، ليها حق تخلع. ولا يا سليم عارف مين اللي ممكن يظبطك في الحكايه دي؟ مين؟ عبد الرحيم ابو ناي، سكرتير عمك. ما تستغربش، عمك زرع فيه حب عبد الحليم حافظ، واكيد الراجل ده حافظ كل اغانيه. فكرني بقى تاني هنعمل ايه لحسن نسيت كل حاجه. الله، ما احنا اتفقنا لما كان عبد السلام النابلسي وعبد الحليم حافظ مع بعض، عبد السلام راح مكلم النابلسي، عبد الحليم ردد عليه على طول. على خيرة الله، يلا دور. وشربت حجرين عالشيشه مع توتو السبع ويشه. حليم غنى الاغنيه دي امتى؟ غناها في عنا في شبرا. بس حلوه تصدق. ايه اللي بتقولوه ده؟ ده انا عبد الحليم ولا غنى في شبرا؟ ده مش عبد الحليم. لا مش عبد الحليم. ولا غنى في شبرا. ولا غنى في شبرا. امال غنى فين؟ هيغني دلوقتي. على حب الريح ما يودي.
بصوا في ايدك دي. حجر التفاحه ده تقدم قوي. تصدق كارف معايا كريز؟ كارف معاك ايه؟ كباب حل. كباب حل يا ابن المفاجيح. انتر الجدي اللي انت بالعه ده، عملت ايه في موضوع جاد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. عملت ايه في موضوع جاد؟ قال لي جاي وراك، ما عرفتش ان اخره. ازيك يا برجتي؟ استنى يا ابني، بنطلب جاد، اطلبه يشوف اتاخر ليه. اهو جرس. ها خليك وراه. اهو. الو الو. ها رد. الو. اقف في حته فيها شبكه، شكله راكب المترو. اشتمه عشان اتاخر عليه. اشتمه. انت فين يا ابني النيل؟ انا قصادك اهو. يعمل بصر. الله، ده جاد اهو. انجل يا ابني، ده فيديو كول. والله كمل بس عشان الرصيد. يا نهار. ايوه يا جاد. يا جدع انت ناولني البتاع اللي في ايدك دي. اهو امسك. الو. الريحه الحلوه دي يا بروجدي. ده بخور. صنفه ايه؟ بخور. وانت لا مؤاخذه يعني يا بروجدي بتشرب البخور ليه؟ اصلي محسود. ربنا يكفيك شر المرض يا بروجدي. ناولني حكمني البت هنادي مطلعه على جتتي البلا الازرق. اللي يا بروجدي الواحد عشان يشرب معاك البخور ده كل يوم والتاني يعني يعمل ايه؟ بسيطه، تطلع مستخرج رسمي من شهاده ميلادك وتجيب صورتين بخلفيه بيضة. خلفيه بيضة؟ ودفتر بفره. على فكره انا مش مقتنع بوجهه نظرك انت واخويا سليم ان الزمن ده في بنت لسه ما اتلمستش. لا، في يا حبيب اخوه. عندك هناتي مراتي مثلا، ما حدش لمسها. تقدر تقول لي ميولها وطموحاتها ايه في الحياه؟ يا جدع خضتني. ده هناتي دي بنت غلبانه، عايزه تخلف عيل شبهي. وتسميه محسن. محسن؟ يا نهار ابيض. محسن؟ شفت مش قلت لك؟ ايوه. اهو اللي حسبته لقيته. قلت لك ايه قبل ما يخش؟ محسن. يا ابني يا بر. ايه هتموت ولا ايه؟ يعني ايه يا برمجي؟ ولا حاجه. يعني حاجة من اتنين، يا إما مراتك عندها حب قديم اسمه محسب، يا إما عندها حب قديم اسمه محسب. يعني إيه يا مرشدي؟ هي هنادي دي منين؟ من صنباط. يا نهار أبيض. بذمتك قلت لك إيه قبل ما يجي؟ من صنباط يا معلم. من صنباط يا معلم. يا جدع عايز أكتم، يا جدع عايز أتكلم مع أبويا رشدي. يا إما مراتك كانت رقاصة قديمة، يا إما مراتك كانت رقاصة قديمة، وفي الحالتين ما زعلش مني. يا إما كانت رقاصة جديدة. ودي الحالة التالتة. وبرضه ما تزعلش منه. يا شتاتي. يا شتاتي الشتاتي الشتاتي يا برشدي. شتاتي الشتوت. يا هنادي. والله ما أنا عدت. انطايا بيه؟ مين محسب بيه؟ انطايا بيه؟ اسمي من الاسامي. اسمي من الاسامي يعني ايه؟ يكونش عمر الشريف مطلع في النيل. انطايا بنت نفسي، انت دمرت حبسي. خلاص حقول. انطايا. محسب ده كان مغنى وقت الفرقة خلص وبيسرح معانا في الافراح. افراح؟ خالتك غزية دي؟ ايوه كان خدني من صنبات وعشت معاه سنتين في البحر. لحد ما طبع علينا ابويا فجأة وكشف المستخبي وهربت خالتي مع المغنواتي. يا حلاوتك يا اختي، يا حلاوتك وحلاوت ابوك. كأنك ضحكت عليا انت وابوك يا هنادي. يا خرابي، وانا اللي كنت فاكرك بتروسيني لوحدي. انت هيك بتروسيني عم من الشعب. بس ما حدش لمسني وانت واخدني بنت بنوت يا جاد، ولا نسيت؟ وليش عرفني يا اختي؟ ليش عرفني؟ يا فضحتك يا جاد، يا شتات الشتات. لو حد عرف في البلد اللي انت غدية. هتقوم غدية على اخر الزمان. اهدى اهدى يا راجل، في حد هتضيع نفسك عشان غدية. يا جدع انت مالكش كان معايا، انا كان مع ابويا رشدي. اختاري الحته دي والحته دي وسيبيني اللي في النص هدعيلها لما السبت. يلا اطلعي. اوعى يا جدع انت، غدية يا ابو رشدي مش كفايه عليا ميسي. يا ابني يا جاد، اللي اتكسر يصلح. يصلح ازاي يا ابو رشدي؟ خليك رويح.
يعني ايه روحت يا ابو رشدي؟ يعني خلي روحك رياضية وفوت وكل بصل كتير عشان تقدر تفوت وخليك رويح. الله امال، وقف جنب اي حيطة واسند ضهرك وقول هارد لك يا جاد. هارد لك يا جاد. وخليك رويح. ورويح وفوت. يا جاد يا شباب يا ابو رشدي يا حزن الحزن. ده ما فيش صريخ ابن يومين على الكوبري، يعني الواحد لو قزح مش هيلاقي حد ينجده. لا في واحد هناك اهو، ما اروح له. يا شتاتي يا شتاتي، يا خسارتك يا جاد، يا خسارتك في الموت. بس اعمل ايه؟ لازم انا اموت نفسي، لازم انا ازح في النيل. بس قول لاهل البلد ايه؟ مرجت غزيه، مرجت غزيه. تلاقي الميه مرصراصه دلوقتي. يابا اي خدمة يا اخ. ساعدني يا خال. عاوز مني ايه؟ عايز انتحر. يلا نط. جرى ايه يا جدع؟ مفيش ايه ده؟ ارجع اللي في دماغك. واقولك ليه؟ اذا كنت هنط وراه. الله، انت مرضك كمان طلعت غزية؟ انت عرفت؟ احي دي بقت مشهورة مشهورة. خلاص يا عم الحاج، حاج مننا شعب يحب النكت قد عينيه. يجي العيد نروح العرافة. حرام عليك، كفاية ما تعذبنيش. حتى لو ضحكنا نقعد نعيط ونقول خير اللي ما قالوا خير. حرام عليك، ما تيأسنيش. يابا حتى الأم يوم فرح بنتها تقعد تعيط كأنها ماتت وتقول لك دي دموع الفرح. حرام عليك، حرام عليك يأسني في حياتي. يلا يلا ننط سوا. طب نط انت وانا هحصلك. الله، طب مين اللي عالشبك لك؟ مين اللي عالشبك؟ يا سيدي انا هساعد نفسي بنفسي. توكل على الله انت بس. يلا توكل على الله. استجدت حصلني. ياح ياح. الله، ده ازح بصحيح. الهي ربنا ايه اللي باخدك؟ طب ازح وراه ولا اطلع عايز؟ وده في الحلم اللي اسعاف جد حتى لو حتى الغراء الى حتى ينجده. غزية ياح. اتنين ياح. يا شتاتي يا شتاتي، مش شتات عليك يا نيل؟ كل الخلق بتقدح فيك يا شتاتي. الشتات ده بيبقلل بيبقلل. وانا عيل، انا عيل، انا عيل يا سيادنا. يا روح ما وعدك روح يا ولاد، يا روح ما وعدك روح. تعالي يا جدع، انت عايز تقطع كمان بالليل؟ ايه مرادك غادي؟ يا شداد الشرار عليك يا مادي، يا شداد الشرار عليكم يا غوادي. ربنا يقلي بختك يا سليم. بقول لك ايه؟ روحي انت. انا لك
طول خليك ليه.